قبل ما نبتدي ندخل في مرحلة التعامل مع البرنامج هنتكلم شوية عن البلاطات الهولوكو. هنعرف هي عبارة عن ايه بالظبط وبنستخدمها امتى وبتتصنع ازاي. البلاطات الهولوكو عبارة عن بلاطات بريكاست سابقة الصب، بريستريسد سابقة الاجهاد. بتحتوي على فتحات بطول البلاطة اللي هي الكوز. الفتحات ديت الغرض منها تقليل وزن البلاطة وبالتالي تقليل التكلفة. عادة بيتم استخدامها في المباني اللي محتاج فيها زبانات كبيرة، زي مثلا المباني الإدارية، المستشفيات، المدارس، الأسواق التجارية والمنشآت الصناعية. وأحيانا بيتم استخدامها في المنشآت السكنية العادية لو استخدامها بيوفر معايا في التكلفة ووقت الإنشاء. عادة في البلاطات الهولوكور ما بنستخدمش أسياخ تسليح عادية، ولكن بيتم استخدام كابلات بريستريسنج. في الغالب الكابلات دي بتكون موجود في الجزء السفلي من البلاطة، والاحتياج لكابلات علوية بيكون في حالة ان البلاطة فيها كانتليفر او الاجهادات على الخرسانة انسيف في مراحل الهاندلنج المختلفة اللي بتمر بيها البلاطة. عرض البلاطات الهولوكو في المعتاد بيكون 1200 ملي، وممكن يتم استخدامها مع زبانات توصل لغاية 20 متر. تخانة البلاطات الهولوكو بتتراوح عادة من 150 ملمتر الى 500 ملمتر. خطوط الانتاج الخاصة بالهولوكو بتكون خطوط طويلة، طولها بيتراوح من 100 ل 200 متر، بحيث انه بعد ما يتم صب البيد كاملا بيتم تقطيعه للمقاسات المطلوبة طبقا للشوب دروينج الخاص بالمشروع. اول خطوة في انتاج البلاطات الهولوكور هي cleaning of beds and pulling of strand. البلاطات الهولوكور بيتم انتاجها على casting beds. قبل الخرسانة ما تتصب بنحتاج انه يتم تنظيف البيدز ديت بحيث ان هي تكون جاهزة لاستقبال الخرسانة، وبعد كده بيتم سحب الكابلات الخاصة بالبريست ريسنج بحيث ان هي تكون موجودة في اماكنها المطلوبة طبقا للتصميم الخاص بالبلاطات دي. تاني مرحلة معانا هي مرحلة شد الكابلات Tensioning of Strands، وفيها بيتم شد الكابلات لغاية ما توصل لقوة الشد المطلوبة طبقا للتصميم الخاص بالبلاطات الهولوكو. بعد كده بننتقل لمرحلة نقل الخرسانة من الباتشنج بلانت لغاية الاكسترودر ماشين المسؤولة عن صب البلاطات، وده بيتم عن طريق Overhead Transportation System. بعد كده بنوصل لمرحلة صب الخرسانة أو Casting of Concrete، واللي فيها بيتم صب البلاطة الهولوكو عن طريق الإكسترودر ماشين. وزي ما اتفقنا قبل كده بيتم نقل الخرسانة للإكسترودر ماشين عن طريق Overhead Transportation System طول عملية الصب لغاية ما يتم صب البيد كاملا. ساعات كتير بيكون مطلوب إننا نعمل فتحات في البلاطات الهولوكو، ده طبعا بسبب متطلبات شغل الكهرباء او شغل الميكانيكا. الفتحات ديت بيتم توقيعها على البلاطة وبعد كده بيتم فتحها باستخدام معدات متخصصة. طبعا الفتحات دي عملها اثناء ما الخرسانة لسه تكون طرية بيكون اسهل بكتير جدا. بعد كده هنوصل لمرحلتين مهمين جدا، اول واحدة هي الكيورينج او المعالجة، وفيها بيتم تغطية الهولوكور بمشمع علشان نقلل البخر في المياه بتاعة الخرسانة. وتانية واحدة هي الكاتنج او القطع، وفيها بيتم قطع كابلات البريستريسنج وقطع الهولوكو طبقا للمقاسات المطلوبة في الشوب دروينج الخاص بالمشروع. بعد كده هنبتدي نرفع قطع الهولوكو المتقطعة من على البيد ونبتدي ننقلها للستورج يارد، ومنها للتريلات اللي بدورها هتوصلها للموقع علشان تبتدي تتركب طبقا للجدول الزمني الخاص بالمشروع. وبكده نبقى اخدنا فكرة سريعة عن البلاطات الهولوكو وطرق تصنيعها. شكرا على المشاهدة، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للشانل وفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة، والسلام عليكم.